عامل مشاكل مع طوب الأرض بسبب عصبيته، عاش قصة حب مع مي عمر، ولما تقدم لها أبوها رفضه. أمه عضو في مجلس النواب وصاحبة سلسلة مدارس طيبة الدولية، اتهموه بأنه بيفرض مراته وأخته على الناس. محمد سامي، أو ممكن نقول مخرج مسلسل جعفر العمدة، كل سنة عامل حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وطول الوقت في انتقادات بتتوجه له حتى لو المسلسل اللي عامله ناجح. بس محمد سامي عنده خلافات مع ناس كتير، منهم غادة عبد الرازق ونسرين أمين، وحصل خلاف بينه وبين السبكي قبل كده، ولما تسأل عن سر خلافاته الكتير قال: ضاعت حقوقي في الخلافات بسبب الانفعال اللي هو أكبر مشكلة بتواجهني. أنا سريع الغضب بشكل مبالغ فيه، بس براجع نفسي دايماً وبحب الشغل يطلع صح قوي، ومعظم خلافاتي اللي حصلت في حياتي كان ليها علاقة بالشغل وملهاش علاقة بحياتي الشخصية. محمد سامي اتعرض لهجوم كبير جداً بسبب عيلته، وأولهم والدته وهي عضو مجلس نواب وصاحبة مدارس طيبة الدولية، والبعض كان بيقول إنها سبب في دخول محمد سامي الفن من خلال علاقتها في الوسط الفني. كمان اتعرض لهجوم بسبب مراته مي عمر، والجمهور كان شايف إن سامي فرض مي عليهم، لكن رد على الكلام ده وقال: الناس من الأول قالوا إن مي نجحت علشان جوزها، ومفيش حاجة اسمها كده، ومسلسل لؤلؤ كان بطولة مطلقة لمي ونجح في الوطن العربي كله بسبب موهبتها. والناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حاجات كتير بتبقى حاجات لناس وناس حقيقية بس عاوزة تكون مكاننا. أنا بتعامل مع مي عمر في اللوكيشن بشكل مختلف. مي كانت بتظهر 10% من قدراتها قدام الكاميرا، وكنت بنفعل جدا لأنها كانت بتأدي أفضل في البروفات، وده كان سببه انعدام خبرتها. وحب المي عمر خلاني غيران عليها وعاوزها تبقى أحسن حد، لأنها مراتي حبيبتي، وبالتالي كنت ببقى قاسي عليها جدا، كنت بوترها جدا وبتعامل بطريقة غلط جدا وزعق لها، وزمايلي كانوا بيقولوا لي بالراحة عليها هي لسه بتبدأ. محمد سامي حكى كواليس قصة الحب اللي جمعته مع مي عمر وقال: في البداية كنا أصدقاء واستمرت صداقتنا 3 سنين، حبيتها أنا في الأول وكنت بخلق الفرص علشان أشوفها وأتكلم معاها، وفي مرة قابلتها وطلبت منها رقم والدها علشان أخطبها، بس هي ما صدقتنيش، وعلشان ذاكرتي القوية حفظت رقم والدها بسرعة بعد ما شفته على تليفونها وهي بتكلمه، وكلمته وقلت له: أنا اسمي محمد سامي، ما عنديش شغل بس عايز أتجوز بنت. رد عليا بأنه سعيد بمكالمتي وهيكلمني تاني، بس ما كلمنيش. فاتصلت بيه بعدها بيومين علشان أفكره بنفسي، وفوجئت بيه بأنه بيقول لي إنه هيزورني في مكتبي الصغير ووافق على الخطوبة. كنت وقتها بحاول أخرج أفلام قصيرة، وفي مرة حصلت خناقة بيني وبين أشخاص تانيين قدام والد مي، ففوجئت بيه بيتصل بيا وقابلني ورجع لي الشبكة وقال لي: أنا علاقتي ببنته انتهت وقد كان بالفعل. محمد سامي رجع خطب مي بعد 5 سنين وأثبت لوالدها إنه لسه بيحبها، وفعلا اتخطبوا واتجوزوا. دلوقتي محمد سامي عامل حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بعد نجاح مسلسله جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، اللي نسبة كبيرة جدا من الجمهور بيتابعوه وكل يوم بيتصدر الترند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.